نعم مساء الخير، وبالمناسبة نحييك ونحيي سي هشام عبود. نعم في الحقيقة كنت نتبع الكلام نتاعكم. اليوم المواطنين الشعب الجزائري خارج حتى ولا يعني فئة قليلة، لكن باش يعبر على يعني رفضه لهذا النظام، وماهوش إلا العهدة الرابعة. كان اليوم الحراك قوي وضد كل يعني هذا النظام مهما كان الاتجاه تاعو، واليوم بوتفليقة هو اللي راه يجسد في هذا النظام. فدائما دائما عندما يكون حراك شعبي النظام هذا يتهم اما الخارج او يتهم يد خفية الى اخره. فاليوم بوتفليقة هو في الحقيقة هو اللي يتعامل مع الخارج، وهو الخارج يسانده، فما قدرش يدرع بالخارج، تبقوا يدرعوا ب يعني ربما يقول لك جهاز او عامل خفي الى اخره. فماذا بينا نخرج من هذا التفكير المؤامراتي. اليوم صبح كانوا مواطنين من كل الفئات، كانوا مناضلين، احنا كنا حاضرين بجيل جديد بقوه، كانوا كل الاطارات، والبعض منهم اعتقلوا. وعكس ما صرا الاسبوع الماضي، اليوم كان القمع عنيف جدا، كان يعني قوي، وكان يضربوا يعني المواطنين الى اخره، وهذا يعبر على نوع من الارتباك والتخوف عند النظام، لان راهم يشوفوا باللي الحراك هذا راه في تصاعد، وهنالك يعني إرادة قوية عند الشعب وعند المواطنين، وهما متخوفين أنه البقعة هذه تتوسع. والحقيقة أن عدد كبير من الولايات راهم يحضروا في نفوسهم باش يخرجوا كذلك للشارع. واليوم بالمناسبة كان كذلك اجتماع ما بين عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية، وتوصلنا الى بعض يعني الاتفاق باش ندخل كذلك كاحزاب سياسيه في هذه المعركه، وان شاء الله تبدا العمليات في بحر الاسبوع المقبل ان شاء الله، ويكون بيان في 48 ساعه هذا المقبله. طيب، ولكن في المقابل قائد الشرطه الجزائريه مدير الامن الجزائري سيد الجنرال عبد الغني هامل تنقل عنه وكاله الانباء الجزائريه يقول بانه يعني انكم تبالغون في موضوع تعامل الشرطه، وانه تم ذلك لم يكن هناك اوكين فيولونس نايتي اكزيرسي كونتر لي بيرسون انتربولي، يعني ليس هناك عنف ضد الذين تم اعتقالهم، وتم اطلاق سراح جميع المعتقلين او الموقوفين. بلاحظ يعني بنكونوا منصفين، العنف تمارس في الميدان عندما يعني اعتقلوا الناس في خشونه، وبعض منهم يعني ضروا شوية واعتقلوا مثلا حميدة العياشي، اعتقلوا حد حزام إلى آخره. لكن مع التعامل مع الشرطة في المحافظات كان مثل نقول حسن، ما كانش يعني مشكل داخل المحافظات، وهذا يعني كل المنظمين يقولوا عليه. بالعكس عديد كبير من الشرطة يقولوا احنا في الحق رانا معكم ورانا ضد العهدة الرابعة، وكفانا من هذه الفوضى، وكفانا من هذا النظام الفاسد. فالمشكل يعني ماهوش كيف كيف في الشارع وفي المحافظه. وبالمناسبه نزيد نقول لك يعني قبيل كانوا يحكيوا لنا المناضلين تاعنا اللي عاودوا تلقوهم، عندما يعني قدموا نفوسهم طلبوا من المناضلين يقولوا لهم الاسم. دكتور أميرة بوراوي قالت أنا اسمي حاسبة بن بوعلي، وحبش تعطيت لهم البطاقة. والآخرين واحد قال أنا واسمي عبان رمضان، واحد واسمي العربي بن مهدي إلى آخره. والشرطة ما قدروش يعني يرغموا عليهم باش يعطوا لهم الهوية الحقيقية نتاعهم. وهنا حتى الشرطة قالوا لهم أنتم على حق وإحنا كنا من هذا النظام، لكن الخبزة يعني هو شرطي لازم يخدم حسب التعليمات تاعو. طب ولكن بحسب سلال الان هو ايضا اليوم في تيبازا سلال يحذر من دعاة الفتنه والمغامرين كما وصفهم. كل المحاوله تاعهم حتى بعض القناه المسانده للرئيس راهيك تتكلم واحد الخطاب وتقول لك يعني المتظاهرين راهم يحبوا يديروا اسقاط النظام باش يديروا يعني
تقارب يعني مع واش جرى في ليبيا وسوريا. هذا الخطاب تاعهم من النهار الاول. اما سلال ما بقاش سلال يعني الخطاب تاعو ولا الكلام تاعو ماهوش مرجع، لان دائما خلاط وكذب ويعني كلام فارغ تماما، ما بقات عنده حتى مصداقيه. اليوم لا سلال ولا الحكومه. سمعنا بن يونس يعني شتم الناس، وبالمناسبه كثير من الناس يرفعوا دعوه ضده لان دخل يعني في واحد الكلام غير مقبول تماما. هذه الحكومه هذه يعني راهم دخلوا في واحد يعني الفكر السلبي، ولان كان تخوف كبير من قبلهم، لانهم شافوا باللي الشعب الجزائري يرفض تماما هذا النظام الفاسد، وحان الوقت باش يرحلوا علينا ويخليوا الناس تتنفس. سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد، شكرا جزيلا لك. عود الى هشام عبود.